بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكن داود الملك استوى جوكتان يسيب البوين وضع ونسان وحد كسر واتان برامش كسويال كسياسي جو برامش تبدن كويك نكون فاقدنا ودان سويال ذكر الدوان إلا يهين سياسة الصومالية دورهان دلك الصومالية كالين تسياسي جواي موقتا وحانا لغو سببايا لبو ميت ميت كوت إن كالين موقتا يو كل إياهي وحصو ساركا رماركا يدو لدنمادة دالكا سوماليا أي ميت إنتا أبا حق لها كودة جن برامج كينان أيان ربناهين بلشادة سوماليا دا عين وغو إفي نطاش كانان كغدا باقادة نو سياسيين تا وحقال كوليه دالكا نيم إنا غو دنوال باهي كا إيجي دونو دانك وحقبتكا وحبراشيديسا يهرركا كلدوان إنو لاشي عقبديهاتكا ايو كسو قد بي سياسيغا سوماليهد وانا برامش اينو ديرادو كساري دور نو عدة هليو يغو برشادو سوماليهد اي عدة حقراتهين تبا برامش كينان مركو غو ريسو حانو كو يغي دورنا هدي ايبو ايدمو سويالكا سياسيديد ييهو قامنيد اي آدن عبدالله عثمان حقاق اينو كو بلاونو آدن عبدالله عثمان هدن عدي وان مدحويني يغو ريه سوماليا اسوغو مدحوينة سوماليادا ها انتو دحيسي كوسقال بقول لحدن كي إلا كوسقال بقول لحدن يتدبا دي آدن عدي وحو كودا شم قالا دا بلد ويني ساند دي كوسقال بقول سيدي دي وحن وحبرشيدي سدوكسي دو قرآن كا دوكسي قهوسي وحبرشيدي هير سرابكو قاتي مقالا دا مقدشو وحن وحكو برتما عملكا يدو لدين ماذا وحونا سمايي دخلقا قناعسي انتو او كبيرين كور حزبيقي لايقا دا اسوائل بشي فبرايو سندكي كوسقال بقول افرتني افرتي سندكي كوسقال بقول افرتني اللحدي وحاو كميد نقضي حبنيه ما عملكي حزبيقا سي وحان الله دورتينو نقضو حقيا حزبيقات داك ماذا بلد وينيه قبل كهيران وحانا سندكي كوسقال بقول كنتني كودي نقضي ما موليه قبل كمدوك هالكاس ووكيل بحذو قوها حسبي قلقا ذا لقاسو قارو سند دي كوس قال بقول كتني سدح دي سند كي كوس قال بقول كتني سدح دي وحاو قميشتي تلياني قو حشينو نقضو كوحيقين كما ملك محميد دي اللوي قاني ترني الكونسل سيدو كالا كوس قال بقول كتني افرتي وحالو دورتي قدوميا حسبي قلقا ذا هالكاسينو وهاي إلا لقاسو قارو بشي فبرايو كوسقال بقول كنتي اللحدي بشي مارس سندكي كوسقال بقول كنتي سديدي وحالو دور تمر كالي حالكو قصر اي حزب قلي قده يقدوميها قليه لغو مقعاب جري سومالي اللجاستي أسابلي هل كاسن وحو هايي إلا كوذي بشي لولي سندكي كوسقال بقول لحدنكي سندكي كوسقال بقول كنتي اللحدي وحال قليه لغو مقعاب جري ترنا الكونسل وحان لغو بدل اللجاستي أسابلي وحانا مركلة تلياني وقعان كسيهن ونقضو حوين كترسان قولا هاسي وحانا لقصو دور تمي قالا دا بلد ويني حارونتو قبل كيران برتماها سوماليا دورشا دا سكدي بوحالو دور تين ونقضو قدوميها سومالي لجستي اسامبلي سانادكي كوسقال بقول كنتي سيالكي دورشان يقود ايدالكا كدعي وحالو دور تمركلة حوين انو كنقضو قدوميها قولا هاشر عد جينتا كونفورتا ايدالكا سوماليا وحنو حيل كاسي هايي إلا قليه شرع الدجنته ونقضو كونسرة أسابلي تاسي وحي أسامح داي إنو نقضو مدحويني يقوه رايي سوماليا مركي لبادو قبل إسكو درسومين إلوغو يري جمهورية دا سوماليا قليه بارلمن كي يقوه رايي سوماليا لتكو دي لولي كسقال بقول لحدن كي وقدومي كاها مداني حاج بشير إسماعيل يوسف أيا كود باقي مدن بادن لبادو قبل يبقوي كونفور رشادي جمهورية سومالي اونا دورتين مدانا آدن عبدالله عثمان انو نقضو مدو حالا سناء مدحويناه كوميل قهر كاسانة كديبنا وحالو دورتين انو نقضو مدحويناها مدادة لحدة سناء وحونا دالك مدحويناه كاها مدادة دبا سناء مدحوين آدن عبدالله عثمان وحوكوهد لجرافة فكتلياني انجليزكا عربيقا
doorashooyinka dalka ka dhacay sanadkii 1967 waxaa loogu adkaaday doorashooyinkaasi waxaana xilka madaxweynenimo ku wareejiyey madaxweynihii ka dambeeyey cabdirashiid cali sharmaake aadna cadde waa ninka keliya ee soomaaliya afrikada madoobe ugu horeeyey ee si sharaf ah xilka ku wareejiyey kuna matashtay in adduunka lagu xushmeeyey ilaa iminkan ilaahay uu naxariistay aadna cabdulla cusmaan waxaa bishii juun 8-deedii sanadkii 2007 ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya aadna cabdulla cusmaan waxaa lagu aasay magaalada muqdisho 11-kii bishii juun isla sanadkaas geeridiisa kadib waxaa loogu magacdaray garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho aadna cabdulla international airport ilaa uu naxariistay madaxweynihii ugu horeeyay soomaaliya markii xilka uu ka degay kadib waxaa noqday muwaadin soomaaliyeed ee beerley ah isagoo beerihiisa kasoo saaraya tacbiyo kala duwan taasi oo dadka soomaaliyeed ee dalka soomaaliyeed buu qaxayso doorka hoggaanideed ee dunida kale gaar ahaan qaaradan afrika ee keligiis talisnimada ah inuu dalkan u horseeday inuu noqdo muwaadinka soomaaliyeed ee ugu horreeya si nabadgelya xilka ku wareejiyey taasi oo ku mataystay inuu noqdo qofkii ugu horreeya afrika ee madow ah in xilka lagaga guulaystay si nabad ah marka uu ku wareejiyey isagoo qabanqaabiyey doorashadii lagaga libin helay halkaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa qaybta koowaad barnaamijkeena sooyaalka siyaasiga aan inta badan ku eegi doonaa guud ahaan taariikhda iyo sooyaalada kala duwan ee ay leeyihiin siyaasi